مع قدوم عيد الفطر السعيد، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بعدد من الحملات التفتيشية على المحال التي تشهد إقبالا كبيرا، ومن بينها محال الذهب. إلى التفاصيل. تعزيزا لثقة المتسوقين بالمشغولات الذهبية التي تعرض في محلات الذهب، عززت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملاتها التفتيشية في أسواق المجوهرات، ومن بينها السوق المركزي بالشارقة، حيث يتم خلالها التحقق من الموازين لضمان قراءتها للأوزان بدقة عالية وعدم الغش بها. أيام عيد الفطر المبارك حرصت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الحملات الرقابية التجارية للتأكد من التزام المنشآت التجارية من تطبيق اللوائح والقوانين الصادرة وتقديم أفضل الخدمات للسادة الجمهور ولضمان ممارسة جميع الممارسات ولضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية من سلامتها من المخالفات. الدائرة وبهذه الحملات تسعى لحماية حقوق المتسوقين وضمان استمرار الحركة التجارية في إمارة الشارقة بشكل الأمثل. إلى جانب الجولات التفتيشية نرصد حركة الشراء والإقبال على الذهب. فمع حلول عيد الفطر السعيد، شهد السوق المركزي إقبالا كبيرا من قبل المتسوقين سعيين لاقتناء هذا المعدني الذي يسحر بريقه الناس، وتسعى النساء إلى التزين به مهما كانت الأسعار. هلا حاليا صراحة يعني سعر الذهب هو بيتراوح باليوم، يعني بيطلع الذهب بينزل سعره مرتين ثلاثة، هذا الشيء عالمي مثل ما بتعرف، الشيء له علاقة بالبورصة. حاليا الأسعار صراحة يعني نازل شوي الذهب، وإقبال على العيد العالم مثل ما شايفين الحركة بالمحلات. الحمد لله رب العالمين، الشيء اللي عم يساعد العالم نزول الذهب، في عندك يعني أكثر شيء عم يطلب هلا بالوقت الحالي هو العيار 18. عيار 18 له إقبال أكثر يعني نسبة للونه وشغله نظيف صراحة. يعني محلات الذهب في إمارة الشارقة تقدم كل ما هو جديد وعصري، سعينا لتلبية جميع الأذواق لجميع فئات المجتمع.